gratude uguyomu chinakolo waliti kura egamto sinino saniti kura egamto sinino kali musati kura egamto sinino masake kura egamto sinino ampa janina la sala devo jani mila ballo kura egamto koroma na sora kura dola masakala C'est un peu difficile, c'est une famille pour moi, ça me coûte cher. S'il y avait une loi pour dire qu'il ne faut pas jouer, je n'allais pas jouer. Mais le football, je ne suis pas le seul joueur, c'est le football. Et j'ai toujours le CSS dans mon cœur, mais c'est le football. On va se battre aujourd'hui. Et bon voilà, c'est Dieu qui fait le reste, le meilleur va gagner. Que le meilleur gagne. مفتاح الطرح حمادي كيفاترا والله هو انه نكونوا واقفين صحيح انه الملاعبيه التكتيكيين يكونوا واقفين صحيح زون دو ريكوبيراسيون تكون واضحه نعرفوا وقتاش نضغطوا على المنافس واهم شيء هو انه وقت ما مساحات باش يخليهم المنافس انه نستغلوا هذوك المساحات ونسجلوا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الملخص المطول لأحد أبرز لقاءات الأندية التونسية على المستوى الإفريقي النادي الرياضي الصفاقسي في كوناكري أمام فريق حورية من أبرز الأندية الإفريقية خاصة في السبعينات البداية بتشكيلة المدرب حمادي داو النادي الرياضي الصفاقسي صاحب كأس الكاف السنة الماضية رامي جيدي في حراسة المرمى زيادة دربالي علي معلول محمود بن صالح بسام البولعابي ايضا فرجاني ساسي غازي شلوف وسيم كمون ماير الحناشي ادريس كوياتي وفخر الدين بن يوسف من جانب تشكيلة المدرب امارات راوري كيتا كاليلو بادرا درامان محمد كامارا نغاني كواسي بليز اللاعب السابق لفريق السي اس اس بانغورا ماليك كامارا وايضا فودي المدرب هو امارا تراوري والحكم هو انتونو كاسالا اذا مباراه هامه منتظره لممثل كره قدم تونسيه اللي يعرف يسافر يعرف يتالق خارج تونس وخارج الوطن خاصه انه يستقبل خارج الميدان بالطبع معناها الفريق هذايا فريق كوناكري والترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي فرق عتيده معروفه على المستوى الافريقي وبعد لقاء كوناكري مباراه اخرى هامه في صفاقس بين الفريقين يوم السبت المقبل والفرجاني ساسي يرجع لعلي معلول والكره دائما من الجهه اليسرى ويغسل الكره الاخيره فخر الدين بن يوسف مباشرة محمد كامارا في وسط الميدان وترجع الكرة للدفاع عن طريق ليو نغاني جون قلت هذا الفريق تأهل بركلات الجزاء الترجيحية على فريق المدرب فوزي البنزرتي فريق رجاء البيضاوي المغربي ونادي الصفاقسي كان أزيل فريق تيدي بيتا الأثيوبي والبداية بالهجوم بالنسبة لفخر الدين بن يوسف وماهر الحناشي وتألق للحارس الحارس الأساسي من جانب تشكيلة المدرب أمارة تراوري الحارس نداي كاديم والبداية واعدة يمثل كرة قدم التونسية فريق عاصمة الجنوب اللي سبق له باش خاض نهائي هذه المسابقة سنة 2006 من فريق الأهلي المصري ثم المحاولات من بانغورا والمتابعة من محمود بن صالح الكرة في مناطق الجزاء وأكيد يسعى فريق النادي الصفاقسي لتفادي قبول هدف في مرمى الحارس رامي الجريدي المتابعة كذلك للاعب المتألق سابقا بليز كواسي تجربة كبيرة للإيفواري انتقل في عديد الأندية الإفريقية والكرة لمحمود بن صالح والمتابعة لالتزامات الأندية التونسية على المستوى الإفريقي هام جدا التألق للأندية التونسية وزيادة الدربالي مباشرة لوسيم كمون المتابعة والحذر لتشكيلة المدرب حمادي داو وأيضا البحث على كوياتي ومباشرة
لحارس فريق حرية كوناكري المتألق قديم نداي والمتفادي لبداية قوية لفريق السي اس اس في الأثناء محمد كامارا إلى الجهة اليسرى وين موجود كاليلو والتغطية من زياد الدربالي وترجع الكرة لجان ليون من جديد المتابعة للمحاولات من زملاء بيز كواسي الفرقة الغينية متألقة ترجع الكرة لبيز كواسي والكرة في المحور ثم زياد الدربالي اللي يعرف هذه المسابقات جيدا لعب هذه المسابقات الإفريقية مع ترجي سابقا بسام البولعابي في التغطية والحارس رامي الجريدي ومحمود بن صالح يبعد الكرة والحكم أنتونو كاسالا يعلن عن مخالفة لتشكيلة المدرب حمادي الدو غازي شلوف مباشرة لرامي الجريدي افتك مكان كأساسي في التشكيلة وأرغم حمدي القصراوي على مغادرة الفريق وتألق بصفة لافتة في مسابقة الكاف أمام فريق توبيسون مازيمبي مسهل إحراز هذه المسابقة أمام فريق مازيمبي في الكاف والفوز الذهاب نذكر ثمين في تونس هدفين مقابل صفر غازي شلوف للنادي الصفاقسي مقابلة حرية كوناكري حاليا التواغل والتوزيع من غازي شلوف ولا وجود لمتابع لهذه الكرة ثم مباشرة فرجاني ساسي ثم علي معلول القائد الهجومي وماهر الحناشي مباشرة الحارس كديم نداي المخالفة لفريق حرية والتغطية من جديد من دفاع نادي الصفاقسي واضح التوسيع من حمد أهداف خلال الشوط الأول هذا المسعى البحث على بليز كواسي من جانب كاميرا محمد لكن طول قامت محور دفاع النادي الصفاقسي يشكل عائق حاليا امام التوزيعات الجانبيه من جديد الحارس كديم كره في وسط الميدان في اتجاه فودي كاميرا والمتابعه من جانب ادريسا كوياتي ديالو ألفا كاليلو الكرة الغينية بعيدة على المسابقات الإفريقية للأندية بعيدة على الألقاب حاليا وأزمة في الكرة الغينية رغم أن فريق حرية عنده تاريخ كبير على مستوى كأس أبطال إفريقيا لكرة القدم وقلنا أزاحة في مباراة مثير الجدل الرجاء البيضاوي المغربي الفريق اللي خاض نهائي كأس العالم للأندية المتابعة من لاعب الخبرة بسام البولعابي والمخالفة واضحة للنادي الرياضي الصفاقسي واضح التدخل الاستماتة متواصلة من الفرجاني ساسي وكذلك غازي شلوف وعلي معلول بقية اللاعبين من نادي الصفاقسي لإخراج الضغط من مناطقهم المخالفة واضحة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي وضد اللاعب رقم 17 من جانب تشكيلة المدرب أمارة تراوري اللاعب سوما علي بدرة إذن النادي الصفاقسي إلى حد الآن متمكن من تحقيق التعادل في ملعب كوناكري فخر الدين بن يوسف تبقى الكرة للنادي الصفاقسي وترجع من جديد للنادي الصفاقسي صاحب الخبرة الأفريقية وكذلك وسيم كمون كان في التغطية أيضا المحاولات ترجع لفريق حرية كوناكري فريق ثاني كبير في غينيا فريق حافيا كوناكري ديالو كاليلو متابع من علي معلول وأيضا زياد الدربالي والكرة الأخيرة مباشرة للحارس رامي جريدي كانت محاولة من سوما علي بدرة الاستحواذ على الكرة غينيا حاليا ومحمود بن صالح يرتكب المخالفة على لاعب محمد كاميرا والمتابعة من رامي جريدي وأيضا القائم كرة قريبة برشا الكرة الأخيرة بالنسبة لفريق حرية كوناكري لأحداث في هذا الشوط الأول ويستحوذ على الكرة فريق حرية كوناكري الفريق البطل في غينيا وسيم كامون وترجع الكرة كانت مشاهدة فخر الدين بن يوسف والتألق حاليا لبسام البولعابي وترجع الكرة لمحور الدفاع ومحمود بن صالح قبل اللاعب بانكورا ماليك وأيضا كانت المتابعة من كواسي بليز دائما الاستماتة حاليا للنادي الرياضي الصفاقسي تطويل الكرة مباشرة لكواسي بليز كرات قليلة لمسها
قلب هجوم السابق للنادي الصفاقسي والدراية من محمود بن صالح كذلك بسام البلعابي كرة مباشرة لصالح كواسي بلايز ووضعية تسلل معلنة على اللاعب الإيفواري المنتمي لفريق حرية كوناكري. أسبقية اللعب لعلي معلول والكرة ترجع من جديد لصالح ليون كاليلو والتغطية من محمود بن صالح ومن جديد هذه المرة المحاولة من إدريسا كوياتي والحارس كديم مباشرة للدفاع. مباراة ممتازة إلى حد الآن مقدمة من فريق السي اس اس ووضعية تسلل معلنة على إدريسا كوياتي الإيفواري والضغط دائما على دفاع فريق عاصمة الجنوب وبصعوبة يبعد الكرة علي معلول التوزيع لإدريسا كوياتي وترجع من جديد ثم بسام البلعابي الالتفاف على الدفاع والاستماتة حاليا لتشكيلة المدرب حمادي الدو أمام زملاء محمد كاميرا. نتابع هذا التدرج من الفرجاني ساسي وكرة طويلة والقائد سميلة بدرة في المتابعة ودائما ينقذ الموقف من الجهة المقابلة محمود بن صالح. قلت النادي الصفاقسي صاحب الخبرة الإفريقية والموسم الفارط تألق وأحرز انتصارات عديدة خارج الميدان والتسلل حاليا ضد النادي الصفاقسي والمتابعة دائما من زملاء فخر الدين بن يوسف والضغط على حامل الكرة وماهر الحناشي. ماهر الحناشي عملية والمتابعة وواضح أن هذه الوضعيات بالنسبة للشوط الأول والتعادل 0-0. من جانب الشوط الثاني نتابع هذه الوضعيات لفريق عاصمة الجنوب الكرة الأخيرة من زياد الدربالي والمحاولات من فخر الدين بن يوسف وإدريسا كوياتي والتصويبة الرأسية من الإيفواري. سيسعى النادي الصفاقسي للتسجيل في هذه الفترة الثانية في الأثناء المحاولة من بليز كواسي لكن دون خطورة على مرمى الحارس رامي جريدي. في الأثناء المتابعة لدراماني والأولوية لمحمود بن صالح والدفاع فرجاني ساسي والنادي الصفاقسي يحافظ على التعادل حاليا في ملعب كوناكري وهذا هام. إدريسا كوياتي وضعية تسلل أيضا المساهمة مهر الحناشي كرة طويلة من جانب حرية لمحمد كاميرا والحارس رامي جريدي على مستوى القائم الأول. من جديد المتابعة لهذه المحاولة من جانب بانغورا مليك والاستماتة لزملاء وسيم كمون في الاستحواذ على الكرة. من جديد المحاولة النادي الصفاقسي فخر الدين بن يوسف مباشرة لغازي شلوف وترجع الكرة لفريق حرية. تشكيلة المدرب أمارة تراوري المدرب السابق لفريق مازيمبي والهدف الأول لفريق عاصمة الجنوب. الإمضاء لفخر الدين بن يوسف محرر فريق النادي الصفاقسي. نذكر جيدا أمام فريق مازيمبي تمكن من التسجيل وإهداء الكأس لكرة قدم تونسية. التسجيل هدف مقابل صفر والاستماتة متواصلة لفريق السي اس اس قبل لقاء العودة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في نهاية الأسبوع. المهم أن تشكيلة المدرب حمادي دو تمكنت من التسجيل والمباغتة من فخر الدين بن يوسف في مرمى الحارس كديم. في الأثناء الخبرة في الاستماتة وعدم قبول الأهداف من جانب دفاع تشكيلة المدرب حمادي الدو يبعد الكرة وسيم كمون يرفعها في اتجاه فخر الدين بن يوسف والكرة من جديد لفريق حرية الساعي للتعديل وتصويبة الرأسية الأخيرة بعيدة على مرمى الحارس رامي جريدي. ترفع الكرة من جديد من كاليلو دراماني ومحمود بن صالح والمتابعة في وسط الميدان غازي شلوف ثم زياد الدربالي والإطار الفني النادي الصفاقسي والحذر والتركيز. التوزيع الأخيرة على مستوى القائم الثاني والتغطية من جانب زياد الدربالي بعد توزيعة دراماني ثم رامي جريدي يمر بفترات حرجة حاليا دفاع تشكيلة المدرب حمادي دو للاستماتة والمحافظة على الهدف الوحيد المسجل ورامي جريدي من جديد وثم
مخالفة والكرة باش ترجع لفريق السي اس اس. ومن جديد الاستماتة، ضغط رهيب من جانب فريق حرية والتصويبة الرأسية من محمد كامرة خارج الميدان والإصابة إن شاء الله مش بليغة لبسام البولعابي. كرة طويلة في المحور، محمود بن صالح مباشرة، الحارس رامي جريدي، ونهاية المباراة بفوز النادي الصفاقسي. طرحة كبيرة عديتو الصفاقسي اليوم. عايش كبارك فيك. صحيح برشا بعد يعني شكوا فينا الجمعة هذه، ما سي اس اس عم تعثر صحيح، ما عندنا جروب باهي ويحب يفرح الجمهور الكل، ورانا كل بارتي نلعبوها رانا نعطيوها فون وان شاء الله ديما فرحانين الناس الكل. طرحة صعيب برشا برشا سورتو في الظروف هذيا، تشوف الجمهور تشوف السخانة تشوف الأرضية نتاع الملعب. أما الحمد لله في بالي اليوم برهنا اللي الجروب هذيا نتاع سي اس اس جروب باهي، وعندما تقول في روحه فما برشا عباد شكت فينا، لكن اليوم جاوبنا العباد الكل ان شاء الله نكملوا كيك في ماتش روتور. مبروك. قبل كل شيء هذه ثقه متبادله بين ملاعبيه واطار فني واطار طبي، الحمد لله معناها مع الاطار الطبي قدرت باش نحضر لليوم، عاونت اصحابي ونتي سوليدير اليوم. اللي تفرج في الماتش معناها نجم يشوف الجوالات قداش تعبت اليوم في الماتش هذايا، والحمد لله صار ريف في الكوره باش نعملوا ماتش نول في البطوله. ما ماذا بينا الجمهور نتاعنا ما يكونش اغريسيف اونفيغ لي جوغ، على خاطر راهو احنا زاد منا العباد، وكي نربحوا رانا نفرحوا كيفهم، وكي نخسروا رانا نتازموا. رسائل موجهه لاصحاب هذا. صحيح برشا ناس مست من الملاعبيه هذوما، الماتش نتاع اليوم نهديوه لهم بالمناسبه، وراهو نقولوا لهم احنا السفينه نتاعنا تمشي لقدام، نحاولوا معناها ما يدزوناش التالي، خاطر احنا رانا جروب سوليدير وان شاء الله ديما لقدام ان شاء الله. يظهر لي الشخص اللي باش يفرح بالانتصار هذا فرحة مضاعفة هو المدرب حمادي الدو، خاصة بعد اللي صار على امتداد أسبوع كامل. حمادي مبروك، ويظهر لي انتصار اليوم أحسن رسالة للناس الكل تقريبا، وخاصة للي شكوا في المجموعة هذه والخدمة حمادي الدو. كلمة. أنا فرحان للاعبين، فرحان لانتصار اللاعبين اليوم، اللاعبين بالحق ملوا المريول، اللاعبين تعبوا برشا، قدموا مقابلة بطولية، كل واحد من مكانه حاول انه ينتصر في المقابله هذه، مش سهله ضد فريق محترم جدا. بالنسبه للتشكيك والله ما نشوفش علاش ثم تشكيك، لاعبين هذي صفاقسي قاعدين يقدموا في مقابلات كبيره، كل مقابله تصير بارفوا لي فوبا، لكن اكيد ثقتنا كبيره في المجموعه، حتى الناس بجنب بشهاده كل الملاحظين ثقتهم كبيره في المجموعه.